من وين بدنا ناكل اليوم؟ اليوم رح نروح على عبد الله تراس اللي موجود بمنطقة عبد الله الباترون. بدنا تقريبا بين 20 ل 25 دقيقة من حاجز المدفون لحتى نقدر نوصل لعندهم. المشوار كان بيحرس بالطبيعة وبهيدا المناظر الحلوة. اليوم رح نتعرف على بارت صغيرة من هيدا اللوكيشن، وببارت 2 رح نرجع نتعرف على الجاست هاوسز والريستورانت اللي موجود عندهم. اليوم رح نروح ونشوف احلى سانسات حد البيسين. الحلو بالسيت اب انه فيه من كل شيء، يعني فيه هاي تشيرز، كراسي عاديات، حتى فيهم القعده هيك العربيه الواطيه بترضي جميع الاذواق. بالنهار يلي بحب يتامل بالطبيعه الحلوه ويعمل يوغا هذا المحل كتير مناسب، وكمان فيكن تكونوا عم تقضوا نهار حد البيسين، تنزلوا تتسبحوا وتنطروا احلى سانسات حتشوفوه عشيه. كل نهار سبت رح يكون في سانسيت فايبس مع دي جي وموسيقى وجو حلو. ومش بس هيك، بعبد الله تراسس في كتير اشياء تانية حلوة، في كمان مطعم حلو، وفي كمان جاست هاوسز اذا بتحبوا تستأجرون ديلي ويكلي او حتى على الموسم. بتقدروا تحجزوا كمان اي مناسبة عندكن اياها حد البيسين او ع اي سكشن من التراسات اللي موجودين عندن. ومن النهار حنروح سوا نشوف المنظر عشية. وليلي بيسقعوا هيك بس تغيب الشمس شوي صغيرة رح يصير سقع، سو خدوا معكن جاكيتات رقيقة. وليكم هلا اجواء كانت بهيدي الليله. كل يوم سبت رح يكون في هيدي الاجواء واحلى كمان. وانا بحب اترك لكم الاكل للاخر، صراحه كانوا كتير طيبين. ما لحقت صورت لكم الهوم ميد تشيبس لانه بثواني اختفوا. تابناد والاكل اللي تقدم كان سوبر طيب، اكيد بنصحكم تجربوه. ستي تيون لبارت 2.